عدد واحد، جمع اثنين عدد واحد. قلت انا في قلبي: هلما امتحنك بالفرح فترى خيرا، واذ هذا ايضا باطل. للضحك قلت مجنون، وللفرح ماذا يفعل؟ افتكرت في قلبي ان اعلل جسدي بالخمر، وقلبي يلهج بالحكمة، وان اخذ بالحماقة حتى ارى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات مدة ايام حياتهم. فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، وغرست لنفسي كروما، وعملت لنفسي جنات وفراديس، وغرست فيها أشجار من كل نوع ثمر، وعملت لنفسي بركة مياه لتسقي بها المغارس المنبتة الشجر. اقتنيت عبيدا وجواري، وكان لي ولدان البيت، وكان لي ايضا قنية بقر وغنم اكثر من جميع الذين كانوا في اورشليم قبلي. جمعت لنفسي ايضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان. اتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات وتنعمات بني البشر، سيدة وسيدات. فعظمت وازددت اكثر من جميع الذين كانوا قبلي في اورشليم، وبقيت ايضا حكمتي معي. ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، لم امنع قلبي من كل فرح، لان قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفت انا الى كل اعمالي التي عملتها يداي، والى التعب الذي تعبته في عمله، فاذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ثم التفت لانظر الحكمة والحماقة والجهل. فما الانسان الذي يأتي وراء الملك الذي قد نصبوه منذ زمان؟ فرأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما أن للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم عيناه في رأسه، وأما الجاهل فيسلك في الظلام. وعرفت أنا أيضا أن حادثة واحدة تحدث لكليهما، فقلت في قلبي: كما يحدث للجاهل كذلك يحدث أيضا لي أنا. وإن ذاك فلماذا أنا أوفر حكمة؟ فقلت في قلبي: هذا أيضا باطل، لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد، كما منذ زمان كذا الأيام الآتية الكل ينسى. وكيف يموت الحكيم كالجاهل؟ فكرهت الحياة، لأنه ربي عندي العمل الذي عمل تحت الشمس، لأن الكل باطل وقد الريح. فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس، حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي. ومن يعلم هل يكون حكيما أو جاهلا؟ ويستولي على كل تعبي الذي تعبت فيه وأظهرت فيه حكمتي تحت الشمس، هذا أيضا باطل. فتحولت لكي أجعل قلبي ييأس من كل التعب الذي تعبت فيه تحت الشمس، لأنه قد يكون إنسانا تعبه بالحكمة والمعرفة وبالفلاح، فيتركه نصيبا لإنسان لم يتعب فيه، هذا ايضا باطل وشر عظيم. لانه ماذا للانسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس؟ لان كل ايام احزان وعمله غم، ايضا بالليل لا يستريح قلبه، هذا ايضا باطل هو.
ليس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب ويرى نفسه خيرا في تعبه. رأيت هذا أيضا أنه من يد الله، لأنه من يأكل ومن يلتذ غيري، لأنه يؤتى الإنسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحا، أما الخاطي فيعطيه شغل الجمع والتكوين ليعطى للصالح قدام الله. هذا أيضا باطل وقد ضريح مجدا للثالوث الأقدس. شفنا سليمان وهو في بحثه عن طريق السعادة انه قرر انه المرة اللي فاتت او في الاصحاح الاول انه يجد السعادة من خلال الحكمة والعلم والمعرفة، فكانت النتيجة اللي طلع بيها ان كل الذي يزداد علم، كل الذي يزداد معرفة، كل الذي يزداد حكمة يزداد غم ويزداد حزن. فقال ان العلم والمعرفة ما يقدروش يشبعوا الانسان. ففي بحثه عن السعادة ابتدى يتجه ناحية اشياء اخرى قد تستطيع ان تعطيه السعادة الحقيقية او الفرح الحقيقي اللي هو بيتمناه وبيترجاه. فاول حاجة اتجه ليها بعد العلم والحكمة قال نجرب اللذة او الشهوة. تلذذ لكي ما تستطيع ان تفرح وتسعد. ووصل لاعماق اعماق اللذة لدرجة زي ما قال ان كل اللي اشتهته عيناي او كل اللي شفته عيناي لم امسكهما عنها، كل اللي اشتهاه ونظر اليه اخده. قال طب ممكن الاقي السعادة في العمل، في الشغل، في ان انا ابني لنفسي واحقق واكون. فابتدى يخش في تجارب متنوعة من اجل ان هو يستطيع ان يصل الى معنى السعادة او يصل الى السعادة الحقيقية. فكان زي ما هو موسوعة في العلم والمعرفة صار ايضا موسوعة في الشر وفي الخطية وفي الشهوة. فبيقول قلت انا في قلبي، وضع في قلبه في داخله بمشاعره، مش مجرد انه فكر، لكن بيقول قلت انا في قلبي. الانسان لما بيتكلم بيتكلم مع نفسه في فكره، لكن ده تكلم مع قلبه. وخدوا بالكم ان القلب منه مخارج الحياة، والقلب تملي هو اللي بيميل الى الشهوات والى الرغبات. فقال في قلبه هلما امتحنك بالفرح، اشوف كل حاجة الناس بتقول عليها انها بتسبب فرح واخدها، قد استطيع ان اصل الى السعادة. واحب ان يكون في ذهننا واضح فرق بين كلمتين، ما بين كلمة الفرح وما بين كلمة السرور. قد يكون الانسان فرحان ولكنه ليس مسرور، وقد يكون الانسان غير فرحان ولكنه مسرور. السرور ده يرتبط بالسعادة. في فرق ما بين الفرح وما بين السرور. الفرح ده شيء من الخارج، مظهر من مظاهر الانسان، لكن لا يعني ان انسان فرحان وبيضحك ان هو مسرور من الداخل وسعيد. فهو بيدور على السعادة او على السرور الداخلي، فلجأ الى كل شيء يقدر ان هو يسبب له فرح وان هو ياخده ويمتحنه ويجربه. واذ هذا ايضا باطل، كل الحاجات اللي الناس بتظن انها بتفرح هو جربها ولقاها ما منهاش فايدة، ما تقدرش توصله للسرور وللسعادة. للضحك قلت مجنون، وللفرح ماذا يفعل؟ وقد يصل في البحث عن الفرح الى حد الجنون او الطياشة. تلاقي واحد لما بيضحك وسيب نفسه قد ينفعل الى درجة الجنون او يتصرف بتصرفات
غير عاقلة نتيجة السعادة والفرح بتاعه. شوفوا مثلا انسان فرحان قوي قوي زي ما بيعمله مثلا في راس السنة، ومن شدة فرحه يروح مكسر الحاجات اللي حواليه، كنوع تعبير من الفرح. افتكرت في قلبي ان اعلل جسدي بالخمر. اذا كانت الخمرة او المسكر هو اللي بيدي فرح ونشوة للانسان، فهو شرب من تلك الخمر لكي ما يستطيع ان يصل الى نشوة الفرح، فعلل كل الجسد بتاعه. وقلبي يلهج بالحكمة. خدوا بالكم من نوع اللي اجتازه سليمان. في انسان يدخل لاعماق الشر بغباوة، لكن سليمان دخل الى اعماق الشر بحكمة. في انسان يدخل الى اعماق الشر بحماقة، الحماقة تستولي عليه فيدمر نفسه ويدمر كل شيء حواليه. لكن في واحد تاني بيعمل الشر بنوع من الذكاء والمكر والحكمة، اللي بيسموه الخبيث، اللي مازال محتفظ بذكائه وبقدرته على السيطرة للأمور. يعني واحد مثلا يقول انا هجرب الخطية الفلانية بس الى حد معين، هجرب العادة الفلانية، هجرب الموضوع الفلاني بس الى درجة معينة، مش هيخش فيها بحماقة. وناس كتيرة بتنخدع بهذا، يعني مثلا بياخد مخدرات يقول لك انا هاخد بس من اجل النشوة الى حد معين، انا هشرب من الخمر بس الى حد معين علشان يظل محتفظ بالحكمة بتاعته او بالسيطرة على نفسه. في ناس من الناس اللي بتعيش في الشر الحماقة هي اللي بتستولي عليها، فتبص تلاقي انها بتعمل الشر بغباوة شديدة جدا. في ناس تانية هي اللي بتبقى مسيطرة على الحماقة، صحيح بتذوق الحماقة لكن ما زالت مسيطرة عليها. في امثلة كتيرة جدا نقدر نشوف الشر اللي بيتعامل بغباوة، زي مثلا واحدة تروح تزني وتطلع للزنا بتاعها ثمر للخطية لانها زنت بغباوة بحماقة، وبين شخص تاني يزني لكن ما يبانش اثار للزنا بتاعته لانه ذكي. حتى في فعل الشر ساعات الانسان يفعل الشر بغباوة وبحماقة وبطيش، وفي اوقات اخرى يصنع الخطية بحكمة ولكنها ليست من عند الله، حكمة نفسانية شيطانية شهوانية زي ما بيقول عنها معلمنا يعقوب الرسول. سليمان جاز هذا الاختبار، قال نفرفش ونضحك ونفعل حماقة. سليمان جاز هذا الاختبار، قال نفرفش ونضحك ونفعل حماقة ولكن بحكمة. فعشان كده يقول وقلبي يلهج بالحكمة. صحيح جسدي سكران متعلل بالخمر لكن ما زال محتفظ بحكمته. وهنا دي الحكمة اللي هي الحكمة العالمية الخبث، وليست الحكمة الإلهية اللي هي أقنوم الكلمة أقنوم المسيح. وأن آخذ بالحماقة وجرب الحماقة. إذا كانوا بيقولوا الخطية حماقة فنعيش الحماقة لأنها لذيذة. وآخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر. والتعليل اللي بيحطه لنفسه سليمان، قال ان انا هجرب الخطية والشر ونصير لدرجة من الحماقة عشان اعرف ايه مصدر السعادة وايه مصدر الخير لبني البشر، يعيشوا بحكمة كلية ولا يعيشوا بجزء من الحماقة، ولا يعيشوا ينغمسوا في الشر وفي الحماقة. ايه اللي يقدر يفرح الانسان
او يسبب سعادة وسرور للانسان، حتى يفعلوا تحت السماوات مدة ايام حياتهم، عشان يقول التجربة بتاعته للبشر، عشان يمشوا ورا ما هو مشي ويقول لهم ايه احسن طريق للسعادة في الحياة دهية. فعظمت عملي بنيت لنفسي، صار عمله عظيم جدا وبنى، ولكن كل اللي بناه بناه لنفسه. بنيت لنفسي بيوتا وغرست لنفسي كروما، بيوت يسكن فيها والكروم يأكل من نتاجها. وعملت لنفسي جنات وفراديس، فراديس اللي هي جنينة صغيرة، جنات كبيرة، حدائق كبيرة وحدائق صغيرة. وغرست فيها أشجار من كل نوع ثمر، خد كل حاجة. عملت لنفسي برك مياه لتسقي بها المغارس المنبتة الشجر. قضيت عبيدا وجواري عشان يقدروا يراعوا اللي بناه. وكان لي ولدان البيت اللي اتولدوا في بيته، وكان لي ايضا قنية بقر وغنم اكثر من جميع الذين كانوا في اورشليم قبلي. ابتدى يجرب السعادة من خلال العمل، انه يبني لنفسه من البيوت ويقتني من القنية ومن الاملاك. وجمعت لنفسي ايضا فضة وذهب، لدرجة لو تفتكروا في سفر الملوك يقول ان سليمان جعل الفضة والذهب في اورشليم زي الحجارة، فضة والذهب من كترتها بقت زي الحجارة المرمية في الشوارع ملهاش قيمة. جمع كل ده. وخصوصيات الملوك، يسمع ان كل ملك من الملوك عنده شيء ثمين وخاص بيه يجيبه. وخصوصيات الملوك والبلدان. واتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات، وتناعمات بني البشر، سيدة بل وسيدات، لان زي ما احنا عارفين ان وصلت النساء بتوع سليمان لعددهم الى 1700 سيدة و300 من السراري. تمتع بالشهوة الجنسية، تمتع بشهوة الاكل، تمتع بشهوة النظر، تمتع بشهوة السمع، تلذذ بكل ما فيه من حواس. فعظمت وازددت اكثر من جميع الذين كانوا قبلي في اورشليم. وبقيت ايضا حكمتي معي، يعني تمتع بكل الشر وبكل الخطية، لكن فضة الحكمة بتاعته والذكاء والخبث بتاعه موجود. تقول لي طب هو ايه الغلط في انه يبني بيوت ويغرس فروس وكروم ويقتني من الذهب والفضة ومن العبيد ومن الجواري ومن ومن ومن؟ ايه الخطأ في كده؟ هو المفروض يعني ان احنا نعيش في الفقر عشان نبقى قديسين؟ مفروض ان احنا نعيش عاطلين عشان نبقى قديسين؟ اقول لك غلطة سليمان شيء واحد بس، وهي غلطة كل انسان بينغمس في العالم ويحاول يبني لنفسه ويحاول يمتع نفسه. اولا المتعة في حد ذاتها ما هياش خطية، محدش قالك يا سليمان ما تتمتعش، لكن الخطأ في شيء واحد، ان كل اللي بيعمله الانسان لا يكون لحساب الابدية، بل يكون لحساب الشهوة والارض. ده الخطأ الوحيد، انك تبني بيوت لكن البيوت اللي بتبنيها دي مش مضمونة لحساب الابدية، بل بالعكس، ده يمكن البيت اللي انت بتبنيه بيضيع عليك الابدية. بتعمل اسرة، بتاكل اكل، بتقتني اقتناء، لكن الاقتناء اللي انت بتقتنيه ده مش لحساب الابدية، بل على حساب الابدية، بيضيع عليك حساب ابديتك. ده الخطورة وده المكمن.
ان الانسان وهو بيقتني وبيبني ما بيعملش حساب الابدية. عشان كده سليمان لما اقتنى كل الحاجات دهيت اقتناها على حساب ابديته، لدرجة ان الحاجات اللي اقتناها دي والسيدات والنساء ازغنى قلبه عن عبادة الله وارضاء لهم، ابتدى يبني لهم هياكل ومذابح للاوثان. بنى واقتنى لكن مش لحساب الابدية، بنى واقتنى على حساب الابدية فضاعت. وده اللي خلاه يحس ان الكل باطل وقبض الريح، وده اللي خلاه يحس ان مفيش معنى لحياته، لدرجة ان بعد شوية يقول كرهت حياتي. كرهت حياتك يا سليمان، انت اللي اكلت وشربت واتمتعت وصرت ملك وصرت وصرت وخدت كل حاجة، كرهت حياتك، فقدت معنى حياتك لانك ما ربطتش حياتك بالابدية، ما حولتش حساب حياتك لحساب الابدية، لكن ضيعت الابدية بالحاجات اللي انت عملتها. ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، كل الرغبات اللي كان بيرغبها ما منعهمش عن عينيه. لو شفت اي انسان زعلان وحزين ومكتئب تيجي تسأله تقول له انت زعلان ليه؟ ايه اللي مضايقك؟ يقول لك اصل انا كان نفسي في حاجة وما عملتهاش او ما قدرتش احققها. كان نفسي يبقى عندي الشيء الفلاني، كان نفسي اجيب الحاجة الفلانية، كان نفسي ارتبط بالشخصية الفلانية، كان نفسي امتلك الحاجة الفلانية وما قدرتش، عشان كده انا زعلان. احساس الانسان بالحرمان او ان هو ما اخدش اللي عايزه هو اللي بيسبب له الحزن، بيسبب له الكآبة. كان نفسي في حياة غير الحياة اللي انا عايشها دلوقتي، لكن اهو واحد وصل لدرجة ان كان كل حاجة نفسه فيها وشافها وتمناها حققها، لكن مع هذا ما قدرش يصل الى السعادة الحقيقية. عشان كده لابد الانسان انه يعيد حساباته مرة تانية. موضوع مش موضوع نفسي في ايه وامنيتي ايه وانا عايز احقق ايه، لكن الموضوع اللي انا نفسي فيه واللي انا مشغول بيه واللي انا زعلان ان انا مش لاقيه، يا ترى ده ينضاف لحساب الابدية ولا ما ينضافش لحساب الابدية، ولا يقلل من حساب الابدية بتاعي؟ لم امنع قلبي من كل فرح، جرب كل انواع الفرح اللي بالحماقة واللي بغير الحماقة، لان قلبي فرح بكل تعبي وهذا كان نصيبي من كل تعبي. تعب في التدبير والتخطيط انه يبني وانه يكون وانه يقتني، يقتني ناس ويقتني مواد ويقتني مقتنيات، في ذل كل باطل وقد الريح ولا منفعة تحت الشمس، لكن ما قدرش كل اللي جمعه وكل اللي حققه في حياته ان كل شيء عايزه انه يديله الشبع او الاكتفاء الحقيقي، وحس ان كل اللي جمعه كأنه قبض على الهواء على الريح، وان مفيش معنى لكل اللي حققه، وان الرغبات اللي كان بيظن انها رغبات مهمة جدا ومنشغل بيها اقصى شوية انشغال لقاها منهاش فايدة. ثم التفت لانظر الحكمة والحماقة والجهل، يجرب كل حاجة، الحكمة والحماقة والجهل، يعيش كأحمق ويعيش كجاهل. فما الإنسان الذي يأتي وراء الملك الذي قد نصبوه منذ زمان؟ فرأيت أن الحكمة منفعة أكثر من الجهل. قال لما جربت الحكمة وجربت الجهل لقيت أن الحكمة أحسن من الجهل، لكن المنفعة منفعة وقتية،
زي الفرق ما بين النور والظلمة. الحكمة طريق واضح، المعرفة بتخلي الانسان عارف فسكته باينة، لكن الجاهل الطريق قدامه مش واضح، زي اللي ماشي في النور واللي ماشي في الظلمة. بس هيرجع يقول ان اللي في الاخر الاتنين ما بينهمش فرق. صحيح الحكمة انفع من الجهل، لكن نفعها وقتي، لان الاتنين مصيرهم واحد، الحكيم والجاهل الاتنين ايه؟ هيموتوا، مش هتفرق في الاخر، الاتنين هينتهوا ومفيش فرق بين الحكيم وبين الجاهل، بين المتعلم وبين الغير متعلم. اما للحكمة منفعة اكثر من الجهل، كما ان للنور منفعة اكثر من الظلمة. لكن مع هذا في ناس بتحب الظلمة اكتر من النور، بالرغم ان النور ليه فوائد اكتر من الظلمة، لكن في ناس كتيرة بتحب الظلمة اكتر من النور. الحكيم عيناه في رأسه، شايف، عينيه في المكان حيث يجب ان تكون. الانسان المتعلم شايف، لكن الانسان الجاهل يسلك في الظلام، لكنه ماشي، هو رايح فين، جاي منين، بيخبط في ايه، مش همه. لكن هيرجع يقول ان اللي شايف زي اللي مش شايف، لان الاتنين هيموتوا. وعرفت انا ايضا ان حادثة واحدة تحدث لكليهما، اللي هي ايه؟ الموت، هتنهي الاتنين. فسواء بقى كان شايف مش شايف، كله هيموت. فقلت في قلبي كما يحدث للجاهل كذلك يحدث ايضا لي انا. ويقصد بلي انا الحكيم اللي هو سليمان. وإذ ذاك فلماذا أنا أوفر حكمة؟ وإذا كانت النهاية واحدة، طب وأنا تعب نفسي ليه؟ واجع دماغي ليه في العلم والمعرفة والحكمة؟ فلماذا أنا أوفر حكمة؟ فقلت في قلبي هذا أيضا باطل. فايدته إيه؟ لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد. لما بيموت الحكيم زي ما بيموت للجاهل، الاتنين بيتنسوا. بس خدوا بالكم، وده فعلا، ان كل الحكماء زي الجهلة، المتعلمين زي الجهلة، لكن في واحد بس ذكراه اللي ما بتنساش. يقول في المزمور ايه؟ ذكر الصديق الى الابد. الصديق ده اللي هو مين؟ اللي عاش لحياة الأبدية، اللي ضاف حياته ومقتنياته وعمله كيانه لحساب الأبدية، ده ذكراه إلى الأبد. لكن الحكيم والجاهل، ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد، كما منذ زمان كذا الأيام الآتية الكل ينسى. الكل حيتنسي، المتعلم زي الجاهل. وكيف يموت الحكيم الجاهل، والاتنين موتة واحدة. فكرهت الحياة. شوفوا بقى الانسان لما يفقد معنى الحياة. ايه اللي خلاك تكره الحياة سليمان، برغم ان كانت في الحياة بتاعتك كل ما يتمناه اي انسان وجد على سطح الارض؟ الناس اللي بتجري ورا العلم كان عندك علم، الناس اللي بتجري ورا الغنى كان عندك غنى، الناس اللي بتجري ورا المتعة واللذة كان عندك المتعة واللذة، الناس اللي بتجري ورا القوة والملك والسلطان كان عندك القوة والملك والسلطان، الناس اللي بتجري على الأسرة والعيلة كان عندك الأسرة والعيلة والأولاد والبنات، كان عندك كل حاجة. اللي خلاك تكره حياتك، اللي خلاك تصل الى الحد، زي ما الناس قالت، هل هذه الحياة التي نحياها تستحق ان نحياها؟ زي الناس العبثيين قالوا ان الحياة دي عبث. عبث يعني لعب،
ضحك ملاش معنى بلا فائدة. من الانسان اللي يكره حياته كل ده بسبب شيء واحد لنتيجة انفصاله وبعده عن ربنا، انه معاش وهو يعمل حساب الابدية في حياته وهو بيقتني وهو بيتمتع وهو بيبني، نسي نفسه ما عملش حساب الابدية، عشان كده فقد حتى معنى حياته الحاضرة، فقد معنى اللحظة الحاضرة، لحظة الحياة فقد معناها. عشان كده ما اتعس الانسان اللي يفضل ينشغل 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 باللحظة الحاضرة وعايز يحقق باللحظة الحاضرة فقط، وبعدين يفاجأ ان في الاخر كله طار منه، الابدية وحتى اللحظة الايه الحاضرة. عشان كده الحياة اللي احنا اتخلقنا فيها، اذا كانوا بيتسألوا دلوقتي هل تستحق ان نحياها، تستحق ان نحياها لكي ما نضيف رصيد لنا في الحياة الابدية. ما اقصى الانسان اللي ربنا ضايع من حياته، ما اصعب حياة الانسان اللي ربنا مش مالي كيانه. وحطوا 20,000 خط تحت كلمة ربنا مش مالي كيانه، هيفقد كل شيء. لان بعض الناس بيبقى لهم علاقة سطحية، ما فيش مانع نروح يوم الحد الكنيسة، نروح يوم الجمعة الكنيسة، نصلي نحضر لنا اجتماع، ممكن نقرأ لنا اصحاح كده بركة، ممكن نقول لنا ابانا الذي، واحنا نازلين على السلم. لا، مش دي العلاقة اللي بربنا. لاخد ربنا خفافي طياري ويقول لك ربنا رب قلوب، ما ينفعش. لابد ان يكون الله مالي الحياة، والا ستفقد معنى الحياة هنا على الارض والحياة الابدية كمان. ده سليمان اللي تمتع بكل شيء يقول كرهت حياتي. كرهت حياتك ليه؟ كنت محروم من ايه؟ ايه اللي انت تمنيته وما حققتهوش؟ ليه تكره حياتك؟ ده كل الناس تتمنى ان يكون واحد مليون اللي كان عندك، لكن سليمان يقول كرهت حياتي. ما اقصى ان تكون الحياة التي نحياها دون ان يكون الله مالي كيان الانسان. ما اتعس الحياة اللي يحياها الانسان، لكن ما امجد الحياة اللي يحياها الانسان وربنا مالي كل شيء في حياته، بيته، مقتنياته، املاكه، اسرته، كله ليه معنى وليه فرحة وليه سعادة وليه بهجة، لانه كله معمول لحساب الابدية. ما بيجيش الموت ويهد، الموت اللي ياخد فرد كنت انا مرتبط بيه وفرحان بيه وحاسس ان هو سعادتي، بعدين يجي الموت ياخده، هياخده منك ويحرمك من السعادة لو كانت كل العلاقة بينك وبينه على مستوى الجسد بس. لكن لو العلاقة بينك وبينه على مستوى الابدية، عمر ما الموت يقدر يحرمك من علاقة المحبة اللي بينك وبينه، عمر ما الموت يقدر ياخده منك، عمر ما الموت يبقى له سلطان عليك، ولا على اللي انت حبيتهم، ولا على اللي انت ارتبطت بيهم على حساب الابدية. لكن مساكين الناس اللي عمالة تصوت وتعيط كل يوم على اللي بيتاخد منها، لان الموت عمال يبلع يبلع يبلع، بالرغم ان المسيح بالموت داس الموت والذين في القبور انعم لهم بالحياة الابدية، لكن الناس مش قادرة تشوف ومش قادرة تتمتع. ايه اللي خلاك يا سليمان تكره حياتك بالرغم من كل اللي خدته في حياتك؟ لان ربنا ما كانش مالي حياته، ما قدرش يجد معنى للحياة بالرغم من كل اللي حققه في حياته. فكرهت الحياة لأنه ردي عندي العمل الذي عمل تحت السماوات، وأن الكل باطل وقبض الريح. قد كده تفقد حياتك يا سليمان ومعنى وجودك لأنك ما ارتبطتش بالله الأبدي. فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس. انا مش بس كره حياته،
لكن كره التعب اللي تعبه في بناء البيوت وغرس الكروم وجمع الفضة والذهب وفي ارتباطه بالجواري وفي ارتباطه بالسيدات، كره كل التعب اللي تعبه علشان يفرح بيه. مسكين الانسان اللي بيتعب من اجل انه يفرح، لكن تكون النهاية في الاخر انه بدل ما يفرح يكره، يكره كل اللي تعبه، تعبه كونه، حيث اتركه للانسان الذي يكون بعدي. كل اللي تعبت فيه ده وكونته، لما هيجي لي الموت هسيبه لغيري، وغير اللي هيفرح بيه، سواء كان مستحقه او غير مستحقه. البيت اللي انا بنيته واحد تاني هيسكن فيه، فلوس اللي انا جمعتها واحد تاني هيجي ياخدها مكاني، ومن يعلم ومين اللي عارف اللي هيجي مكاني وياخد حاجتي، هل يكون حكيما او جاهلا. كان فعلا ده المثل اللي اتطبق على سليمان، لانه ابنه رحبعام كان الحماقه بايه؟ بعينها. كل اللي جمعه سليمان ضيعه رحبعام. ويستولي على كل تعبي الذي تعبت فيه، واظهرت فيه حكمتي تحت الشمس، وهذا ايضا باطل. وده شيء صعب جدا، انك ما انتش عارف مين اللي هياخد كل اللي انت تعبت فيه. فتحولت لكي اجعل قلبي ييأس من كل التعب الذي تعبت فيه تحت الشمس. وصل الى حد اليأس، مش بس كراهية للحياة، يأس من الحياة. ده اللي بيفسر لنا ليه بنسمع عن ناس كتيرة عاشت في الغنى والمجد والسلطان والشهوة واللذة والجنس والمتعة والإباحية، وبعدين فجأة تسمعوا انهم انتحروا، انهوا حياتهم. ده اللي بيفسر لنا ليه بينهوا الحياة، ليه مش مستحملين الحياة، ليه بيكرهوا الحياة بالرغم انهم خدوا حاجات كتيرة الناس كلها بتتمنى يكون عندهم ولو عشر اللي خدوه. لانه قد يكون انسان تعبه بالحكمة والمعرفة والفلاح، فيتركه نصيبا لانسان لم يتعب فيه، هذا ايضا باطل وشر عظيم. زي ما اضطر سليمان يسيب كل اللي تعب فيه لابنه، لانه ماذا للانسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس. ايه اللي هيقدر ياخده الانسان لو ما كانش كل التعب اللي تعبه تحت الشمس ده حوله لحساب ما فوق الشمس؟ شطارة الانسان اللي تحت الشمس يحول الحساب لايه؟ لفوق الشمس، للابدية. لكن لو ما حولش الحساب بتاعه لفوق الشمس، راح كل حاجة من تحت الشمس، لان كل ايامه احزان وعمله غم. دي النتيجة النهائية يا سليمان. اذا كنت انت في الاول قلت امتحن قلبي بالفرح وادور على كل حاجة للفرح وللضحك، اللي حصلت عليه في الاخر احزان وايه؟ وغم. ايضا بالليل لا يستريح قلبه، واذا كان الليل معمول للراحة لكن القلب ما بيقدرش يستريح لانه فاقد العلاقة اللي بينه وبين الله، هذا ايضا باطل. هو في عبارة احد الكتاب بيقولها لطيفة قوي، يقول ان الرأس الذي عليه اكليل، اكليل ده يعني رمز الايه؟ الملك والسلطان، لا يستطيع ان يستريح. يعني لو واحد على راسه تاج ما يقدرش يستريح، علشان يستريح لازم ايه؟ يخلع التاج. التاج ده رمز الملك والسلطان والجاه، عشان تستريح ما تقدرش تستريح وانت على راسك التاج والملك والسلطان والقوة والمتعة وي 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 شايل همها، لكن عشان تقدر تريح راسك لازم تخلع التاج. فده اللي اختبره سليمان، ان القلب بتاعه مش قادر يستريح حتى بالليل اللي هو وقت الراحة، وهذا ايضا باطل. هو شيء متعب جدا
ان الانسان مش قادر يستريح في وقت الراحة. ليس للانسان خير من ان يأكل ويشرب ويرى نفسه خيرا في تعبه. رأيت هذا ايضا انه من يد الله. عشان كده بص للسعادة الحقيقية، قال ما فيش احلى من ان انسان يأكل ويشرب ويشبع ويرى ثمر وخير في تعبه، لكن كل ده جاي من ايدين مين؟ ايدين ربنا، مش من ايدين بنيت لنفسي وحكمتي وخبثي وشري وحمقتي واستلائي على الاخرين. السعادة اللي كان بيدور عليها سليمان بكل ما امتلك، كان ينظر لانسان فلاح بسيط بياكل لقمة بسيطة ويشرب مية بسيطة، لكن حاسس بفرحة ان ايدين ربنا ممدودة في حياته، ان ايدين ربنا مديها. عشان كده ما اجمل وما احلى ان الانسان يحس ان يد الله ممدودة في حياته، ايدين ربنا ممدودة في حياته. وايدين ربنا دي مش ممكن تشوفها الا اذا كان ليك علاقة واشرب ربنا. ايدين ربنا لا ترى الا من خلال الاختبار اليومي والشخصي مع الله، مش شوية كلمتين بنضحك بيهم على ربنا واسمنا ان احنا بنصلي يعني او ان احنا بنعرف ربنا، لا. لانه من يأكل ومن يلتز غيري، عشان هو اللي يتمتع بنفسه، لانه يؤتى الانسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحا، اما الخاطي فيعطيه شغل الجمع والتكوين. خاطي يفضل يكون يكون ويكون لنفسه ويجمع لنفسه، بعدين يجي واحد تاني ياخد كل اللي ايه، زي الغني الغبي اللي جمع ووسع مخازن وبنى وقال لنفسه كلي دامك خيرات كتيرة لسنين عديدة، فجاله الصوت يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك، فهذه التي اعددت لمن تكون هتسيبها لحد تاني، هتسيبها لحد تاني. عشان كده اذا كنت عملتها لحساب الابدية مش هتسيبها لحد تاني. ليعطى للصالح قدام الله، هذا ايضا باطر وقبض الريح. صعب على الانسان انه يجمع وفي الاخر يسيب كل حاجة. وما زال سليمان يبحث عن سر السعادة في العالم وفي الوجود، في كل مرة يبتدي يكلمنا عن حاجة لحد ما حيوصلنا في الآخر خالص لسر السعادة الحقيقية في هذا الوجود. ربنا المجد دائما أبدا آمين.